نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دي الحلقة الثانية من سلسلة تصحيح العقيدة أو المعتقد، والعقيدة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي التوحيد، وهي الشريعة، وهي الإسلام، وهي الأصل الذي من أجله أرسل الله جميع الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي الأصل الذي من أجله أنزل الله جميع الكتب، بل من أجله خلق الله الجن والإنس جميعا، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: معنى ليعبدون أي ليوحدون. وقبل ما أبدأ، في يعني أمر كان اختلط علي في تسجيل سابق في اليوتيوب وفي الفيسبوك وكده، اللي هو موضوع الرجل الصحابي الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه لما كان هذا الرجل مشركا، وبعد ذاك ركب السفينة وكادت أن تغرق، والجماعة بقى ينادوا غير الله، وبعد ذاك هو قال إذا كان في المحل ما بينجي إلا الله فبذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وفعلا أسلم وحسن إسلامه. فأنا لخمت وقلت هو عمران بن حسين، وده خطأ، هو عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم أجمعين، وده ما في مشكلة، يعني بيحصل عادي لأي أحد، لأنه في بعض الناس اللي ما برضوا الكلام في التوحيد وفي المنهج الصحيح اتخذوا دي سبة وزريعة للتنقيص والتشغيب علينا، وده أمر عادي جدا إن الإنسان يختلط عليه بين اسم واسم موجود منذ عصر السلف الصالح، ولكن دي ما قالوا العلم ولا تعلموا ولا درسوا. المهم، الموضوع الثاني في الحلقة الثانية دي هو حكم البناء على القبور، أو حكم هذه القباب والأضرحة الموجودة الليلة عندنا في السودان وفي معظم بلدان العالم الإسلامي للأسف الشديد. بل أنا ذهبت إلى بعض دول العالم وشاهدتها بنفسي، دي عاملين القبب والأضرحة بتاعت شيوخ الصوفية عاملين بكثرة في أكثر مدينة في تلك الدولة، بيقولوا دي أكثر مدينة فيها إسلام ومسلمين. للأسف عدد القباب والأضرحة يمكن ما تستطيع أنت تعد أبدا بسهولة، حاجة ضخمة، آلاف القباب والأضرحة في مدينة واحدة لشيوخ الصوفية، وما لدرجة أنه ما لقوا أراضي فاضية عشان يبنوا فيها قبب لشيخ الصوفية دل في تلك المدينة في تلك البلاد. عاملين بعض القبب والأضرحة في شارع الزلط، في الشارع بتاع الزلط بتاع العربات، الشارع الرئيسي ذاته، والله شفتها بعيني، تكون راكب عربية، العربية تخيل ماشية في الزلط في الشارع الرئيسي أو الشارع السفري، القبب ما لقي إلا محل دول الحلة، لأنه الحلة تملت قبب وأضرحة بتاع شيخ الصوفية، عاملينا في شارع الزلط القبب. أنت ماشي في الزلط تلف من القبة كده زي الصينية بتاعت الحركة. بل رأيت قبة بعيني، دي شفت قبة عاملينها في نص الزلط في شارع الزلط بتاع العربات، والشيخ مدفون الصوفي جوا، وموقف لها عربيته لونها سوداء جنب القبة واقفة لها سنين، دي عربية الشيخ الميت المدفون تحت القبة دي، لما لا ساعتها منفسة، أظن ظانين انه بيقوم بالليل بركبة بيمشي يجيب طحنية ويجي راجع. ده كله وهم وكله دجل وعقائد فاسدة، وهي السبب الأعظم أيها المسلمون جميعا، هي السبب الأعظم في ذهاب ثروات وخيرات وأموال بلاد المسلمين الليلة إلا من رحم الله. ليه؟ لأن القبب والأضرحة دي أصلا هي أوثان تسمى في الشريعة، لأن أي قبر عبد من دون الله وصرفت إليه أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، ده في الشريعة الإسلامية يسمى وثن. وثن
والدليل ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالدليل من الحديث أو الشاهد إنه النبي عليه الصلاة والسلام سمى القبر إذا عبد من دون الله سمى وثن. إذن القبور اللي بتعبد من دون الله دي القوب والأضرحة البانينة الصوفية والرافضة الشيعة في إيران وفي العراق والموجودة بتاعت الصوفية في مصر والسودان والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان، وعندك في السنغال وفي نيجيريا وفي الكاميرون وغيرها، دي أوثان تعبد من دون الله. دي أول معلومة الناس أخذتها في رأسه بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أنا سميتها أوثان، سماها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد يسمى وثن، ولو كان قبر نبي برضو يسمى وثن، مش النبي، القبر الذي يعبد. واستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فصرف عن قبره ذلك كله، والحمد لله ما عبد ولن يعبد إلى يوم القيامة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء. فائدة ثانية من هذا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فائدة مهمة واضحة، لكن ضلوا فيها أكثر الخلق الليلة، إنه ما يجوز عبادة القبور ولو كانت قبور صالحين ولو كانت قبور رسل وأنبياء عليهم السلام، ما يجوز عبادتها، لأن الرسول قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى ما يجوز عبادتها ولو كانوا أنبياء ذاتهم. ليه؟ لأنه العبادة لله وليس لأحد. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. الظل برضو بيسجد، وظلالهم بالغدو والآصال. فدي فائدة مهمة جدا من هذا الحديث. الفائدة الثالثة من نفس الحديث، نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. مش ربنا غضب عليهم بس، ناس القبب والأضرحة والجماعة اللي بيعبدوا القبور والبيبنوا فيها قبب وغرف ومساجد، مش ربنا غضب عليهم بس، اشتد غضب الله. وهذا إما أن يكون من باب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بأن يشتد غضب الله على الذين يتخذون هذه القبور مساجد ويبنوا على القباب والأضرحة، الرسول دعا لهم بأن ربنا غضبه يشتد عليهم. وإما يكون من باب الخبر أنه غضب الله اشتد عليهم أصلا. وفي كلا الأمرين الموضوع ده أخطر من جميع الأخطار، عشان ما يقول لك والله ناس القبب ديل الأولياء والصالحين، والنبي يقول ديل اشتد عليهم غضب الله، وكيف يكون أولياء وصالحين؟ يقول اشتد عليهم غضب الله، كيف يكون أولياء وصالحين يا ناس؟ ما هو ليلة النسوان اللي بيمشن القبب عندنا، مرة ما ولدت عرسوها لي 10 سنة، يجوها نسوان الجيران الجهلة بعضهم يقول لها: يا أخي ما هو بقيتوا 3 وما بقيتوا 12، أهل حل شنو؟ يسوقوها يودوها لقبة الشيخ، وفي الحيران قاعدين طبعا ضاربين حمام وشوربة ودخن وما قاعدين يشتغلوا وقاعدين هناك، وتودوا لها مرة كيف؟ المهم يمشي، تمشي المرة تشيل لها تراب من القبر وتشرب التراب تشفه. ورأينا سمعنا برضو انه ناس قالوا بيقولوا عشان المرة تلت ترمي ملابسها الداخلية جوا القبة جوا عشان تحمل، عشان يكون لها بركة في ذلك الموضع عشان تحمل. وتأدى والله غاية في الكفر والشرك والعناد مع الله سبحانه وتعالى، لأنه أول حاجة البدي جنى الله، ما الشيخ ده أبدا، ما الشيخ ده ولا واحد من شيوخ الصوفية، ولا يا أخي نبي زكريا ده نبي من أنبياء الله، لما ما كان عنده ذرية ما عنده ابن دعا الله، نبي دعا الله، نبي توجه لله سبحانه وتعالى. يبقى أنتوا بدل ما تتابعوا الأنبياء تتابعوا الشياطين وشيوخ الصوفية من شياطين الجن والإنس وتمشي إلى هؤلاء، ده في حد ذاته شرك، كونك تعتقد إنه في زول بدي جنى، تعتقد لو ما مشيت لذاته تعتقد إنه بدي جنى هو
من دون الله حتى لو ما دعيت من دون الله ولا مشيت تبركت بقبته بس اعتقدت وقعدت قبلك ده كفر أكبر يا ناس. لابد تفهموا الكلام ده. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى اختص بذلك إنه هو الذي يهب الذرية. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده ربنا برا وما معه أي حد مهما كان صالح. لأنه بيغش الناس يقول لك لا 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 مولانا دل صالحين. أول حاجة دل ما صالحين وما في صوفي صالح ولا في الشيعي رافضي صالح. دل دعاة شرك يا أخي وعباد قبور وعباد قباب وعباد أوثان. عرفت دل ما صالحين ده أول شيء. بعدين لو بقى صالح ذاته يا أخي لو بقى رسول اسمع الكلام ده كويس فهو لا يخلق ولا يهب الذرية. لأن ربنا قال يهب لمن يشاء إناثا الله براو ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. دي مسألة. الحديث الثاني ما مما ينهى على البناء على القبور أو ما تسمى عندنا بالقبب والأضرحة وإن أهل القبب والأضرحة ديل شر الناس عند الله أكعب ناس عند الله ديل. ما قلت أنا، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد بسند جيد قال صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال شرار الخلق أكعب الخلق عند الله وأشر الخلق فيهم الشر عند الله صنفين من الناس. الصنف الأول ناس بيكونوا أحياء ويوم القيامة تقوم عليهم. الصنف الثاني قال والذين يتخذون القبور مساجد. وخذ بالك إنه يتخذون القبور مساجد دي ما إلا يبنوا مسجد بس على القبر أو يدفنوا أبوك الشيخ جوا الجامع. طبعا دي اتخاذ القبور مساجد واضحة ودل شرار الخلق عند الله اللي بيعملوا جامع فوق القبر أو يدفنوا أبوهم الشيخ جوا الجامع دل شرار الخلق عند الله بنص الحديث. لكن كلمة المساجد ما تعني بس مجرد ابنوا على القبر أو يدخلوا القبر جوا المسجد. السلف والعلماء قالوا فكل موضع قصدت فيه الصلاة فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبنى مسجد. الكلام ده السلف ذاتهم دليلهم عليه. شنو دليلهم عليه؟ حديث البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. قال من هذه الخمسة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني أي محل تتعبد فيه لو خلص صقيعة ما فيه جامع مبني ما فيه طوبة واحدة مبنية أو قاعد تدعو فيه أو تصلي فيه أو تتعبد فيه ده اسمه مسجد في الشريعة الإسلامية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ده اسمه مسجد. يبقى القبور والقبب لو الناس ما بيمشوا يدعو الصوف المدفون تحت القبة ده وطبعا لو دعوه ده كفر بالله بطلعك برا الدين. حتى لو حجيت وما تبت انت كافر. لو صليت وما تبت انت كافر. لو بريت والدينك وما تبت منه انت كافر والله ما بيقبل منك. لكن لو بتمشي القبة دي او قبر الشيخ ده وتدعو الله براو تدعو منه تدعو الله براو عند قبر الشيخ ده فقد اتخذته مسجدا. ده معنى الكلام كده بتاع الحديث وبتاع كلام السلف شرحا للحديث. فكل موضع قصدت فيه الصلاة أو العبادة فقد اتخذ مسجدا. يعني القبب والقبور دي الناس لو بيمشوا بيدعوا الله هناك بيظنوا إنه الدعاء هناك مستجاب أو ده محل فيه بركة بتستجاب فيه الدعاء أو استجاب فيه الصلاة أو تقبل فيه الصلاة أو 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 بيمشوا هناك وبيلتجوا لله هناك بخصصوا ما بيلتجوا لصاحب القبر. ديل شرار الخلق عند الله وديل ملعونين بنص الحديث وديل اشتد غضب الله عليهم بنص الحديث. فكيف إذا كانوا بيمشوا هناك بيخلوا الله وبيدعوا صاحب القبر من دون الله ديل حيكونوا شنو؟ إذا كان اللي بيمشي بيدعوا الله هناك بيظن إنه المحل ذاك
محل متقبل فيه الدعاء والعبادة، ده شرار الخلق عند الله. طيب اللي بيمشي هناك بيدعو صاحب القبر البشر الميت وبيخلي الله الحي الذي لا يموت، ده بيكون شنو يا جماعة؟ فكروا، شوفوا الشرك ده جريمة والذنب وعظيم قدر كيف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما بيغفر الشرك إذا زول مات وما تاب منه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أخي أنا أفهمه، عشان ما تقول لي ما في شرك وما تقول الناس بيتكلموا في شرك، أنا بتكلم في السبب الضيع الاقتصاد والضيع النانيا الليلة الخالع، الناس دي كلها عمل لهم خلع يا هو القبب دي، والله الذي لا إله غيره ما في سبب ضيع الاقتصاد والأرزاق والأموال والخيرات والثروات بتاعت بلادنا دي، اللي فيها ثروات لا تحصى ولا تعد، بل فيها جميع أنواع الثروات المائية والسمكية والحيوانية والبترول والمعادن والزراعة وغيره. اللي ما في بركة شنو؟ القبب دي، القبب دي. وليه الصوفية ما بيرضوا الكلام ده؟ لأن القبب دي بقت تدخل لهم دخل أكثر من المصانع وأكثر من الشركات وأكثر من أي محل بتاع بيزنس. شفت بس القبة دي ده محل خطير، وعندنا صور هنا موجودة في قبب. الدراويش بيشيلوا القروش بالشواويل، ما بيغشوا النساوي، ما عرفت هي لابسة ذهب من هنا ليه هنا وما ولدت، الله ما ادى جنى، يغشوها يستدرجوها الدراويش ويقول لها تجي هنا وتصفي لك تراب من قبة ابوك الشيخ مين وكذا، الذهب ده كله تملصه تجدعه، او القروش كلها تملصها تجدعه. والجرائد بتكتب واحده خسرت 11 مليار غشوها جماعه عباد القبب والاضرحه والمجارم دي. ده المضيع ثروات البلاد، لانه ده نشر الشرك بالله سبحانه وتعالى. شكد النبي عليه الصلاة والسلام، وده برضو من الأدلة، ده دليل رقم 3، وهو بصحيح مسلم، بعث عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه قائلا له ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. أي قبر تلقى فوق لو ترابه صاي زايد خليه ابنه فيه كمان ترابه بس زايد سويه بالأرض. ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وألا تدع تمثالا أو صورة إلا طمستها، لأنه دي معالم الشرك يا جماعة، وضيل بيضيع الخير، وده السبب الأعظم بسببه ربنا بيعاقب الناس وبيجوعهم وبيهلكهم. عشان كده ربنا قال بعد ما ذكر قصص الأنبياء كلهم وكيف دمر أقوام كثير من الأنبياء الأشركوا بالله، ربنا ورانا السبب كان الشرك بالله في المقام الأول. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما ظلموا، يعني لما أشركوا لما ظلموا، وما زادوهم الآلهة والشيوخ البدعون من دون الله والصالحين المدفونين اللي بيمشوا بيعبدوا قبورهم ديل، وما زادوهم غير تتبيب هلاك وخسار ودمار. وكذلك دي الآيات، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة مشركة، يعني إن أخذه أليم شديد. فربنا بياخذ القرى وبيجوعهم وبيكون ما عندهم دقيق وما عندهم ثروات وما عندهم بركة في مواردهم الطبيعية، وهي ظالمة يعني وهي مشركة، إذا أشركوا بيجوعوا وبيدمروا وبيصوب الأوبئة والأمراض كورونا وغيره موجودة الآن. الشرك، نحن ما قلنا كل الناس مشركين، لكن الشرك موجود في كثير وقد يكون أكثر الناس في البلد دي وفي غيره إلا من رحم الله. يعني استوبوا من الكلام ده، النبي عليه الصلاة والسلام يرسل علي بن أبي طالب يقول لأي قبر عالي سويه. علي بن أبي طالب بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يموت يقول لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك، ده دليل رقم 4 أو 5، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟
قال لي جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثني امشي اساوي القبور دي. طبعا تسويه القبور دي ما لنا نحن، نحن بلساننا ده وبالعلم الناس تقتنع وتوحد الله نقنع باذن الله، اما تكسيره وتسويته ده للحاكم ما لنا نحن، نحن بنغير المنكر بلساننا ده. طيب قال له: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا الا تدعى قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. يوصوا بعض الصحابه. ليه يا ربي النبي عليه الصلاه والسلام شدد في المساله دي واهتم بها اكثر مساله اهتم بها في الدين كله؟ وليه الصحابه اهتموا بالمساله التوحيد وازاله معالم الشرك من القلوب ومن الارض اكثر مساله اهتموا بها؟ ليه؟ لانه اول حاجه ده دين الرسل وده اصل الاسلام ذاته، بدونه ما في اسلام. حتى لو زول بيصلي لكن بيعتقد ليه في قبة ما عنده صلاة، لأنه ربنا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عملك حابط، صلاة ما في، تحيج كل سنة ماشي وجاي، لكن بتعتقد في الشكينيبة أو تعتقد في الزريبة إنه بتنفعك وضرك القبة اللي فيها، أو بتعتقد في أبوك الشيخ بينفعك وبضرك. أنت ماشي ماشي الحاج وجاي بتتريض، أنت ما عندك حاجة، رياضة بس أو سياحة أو نزهة عرفتها وتمشي تاخذ سيلفي مع الكعبة، لكن ما عندك أي حاجة، أجر ما في، لأنه ربنا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اثنين، ليه أكثر مسألة اهتموا بها دي النهي عن الشرك وإزالة معالم الشرك؟ لأنه شو الكلام ده كيف؟ لأنه الشرك ده لما يظهر ربنا بيدمر الأمة كلها، لكن أي ذنب تاني، أي ذنب تاني ربنا قد يغفر لك، قد يغفر لمن يشاء، لكن الشرك ده ربنا ما بيغفره، وهو السبب الأعظم في الهلاك وفي الدمار. كذلك دليل رقم 6 وهو في الصحيحين متفق على صحته، من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم سلمة رضي الله عنها حكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير. طبعا زمان ما كان عندهم موبايل بيصور به أبوك الشيخ، لكن كان بيرسم للتصاوير بتاعتهم، نفس القضية يعني، نفس الحكم كله حرام، ف بيرسموا صور الأنبياء والصالحين حسب التصور التخيل عندهم، يرسموها في الكنيسة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال للأمة كلها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، لاحظ الرجل شنو؟ الصالح، أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وطبعا الشعبيين اتباع الترابي بينكروا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من جهلهم المركب، وإن شئت تقول المكعب، جهل ذي ما عندهم علاقة بالعلم أصلا، قالوا ننكره لأنه زي الحديث ده مثلا، حكت له كنيسة وجا قال لها بنوا على قبره مسجدا، فكيف الكنيسة الرسول يسميها مسجد؟ لأنك ما فاهم. كل موضع قصدت فيه العبادة بغض النظر عبادة صح ولا خطأ فقد اتخذ مسجدا. فالكنيسة باعتبار انه بيمشي بيعبدوا عندها وبيسجدوا عندها، بيسجدوا للأصنام، ويقول لك ده صنم يسوع المسيح وده صنم مريم وكله كذب، ويسجدوا له، ده اتخذ مسجد لأنه فيه عبادات باطلة فيسمى مسجد. لكن انت ما فاهم، متابعة ترابي تفهم كيف. ومشكلة الأمة الليلة المرض العضال بتاعها زي الشرك وغيره، الأصلوا للناس هم شيوخ الضلال ديل، هم الأصلوا للناس محاربة الإسلام والانحراف عن الدين، زي الترابي وزي البرعي وزي حسن مكي وزي عبد الحي يوسف وزي سيد قطب وزي محمد الأمين إسماعيل وزي سلمان العودة
وزي محمود الحسنات الجواب بدل عبد الحي يوسف جابون كيزان السينا في السودان لقطوا من فلسطين قال بيجي يتباكى كضاب وذاته وما في حاجة حامل فيها يبكي ولاي لاي ومؤثرات مع المقاطع حقته عشان يغش بها المسلمين. وتاني ذا يردوك فينا المقلب بتاع المنهج الضال بتاع جماعة الإخوان المسلمين وعنده قصائد شركية أنا حجيبها بعد إن شاء الله في الحلقات القادمة. قصائد شركية جبتها الحمد لله كلها موثقة بالزول ده جابها قصائد شركية عديد بيستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام ويستغيث بالسلطان عبد الحميد ها يستغيث به وهو ميت دزعته. فدي كلها دي مصايب الشيوخ الضلال ديل هم نشروا الشرك ونشروا البدع وعلموا الناس التمرد على الإسلام والتمرد على الدين. والله عشان كده عمر بن الخطاب قال لزياد بن حدير رحمه الله ورضي الله عن عمر قال له أتدري يا زياد ما يهدم الإسلام؟ قلت الله أعلم. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. منافق ويجادل الناس بالقرآن ويهدمه حكم الحاكم الجائر. دي مصيبة الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأئمة الضلال وشيوخ الضلال ديل قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فده دليل قال لها لأم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله أشر الخلق ناس القبب والأضرحة. كيف تقول لي دل الأولياء؟ كيف تقول لي دل الصالحين يغشوا الناس ويقولوا منها أشراف شراف يعني شنو؟ يقولوا إحنا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام. لا 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 كذب. دل شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى اللي بيعملوا قبب وأضرحة ديل. الدليل السابع وهو عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الفائدة الأولى من الحديث زرد على شبهة عظيمة يجيبوها الصوفية. لما تقول لهم حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد أقول لك ذلك اليهود والنصارى. طيب الحديث زرد على الشبهة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ألا 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 وإن من كان قبلكم زي اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها أنتم يعني المسلمين مساجد فإني أنهاكم أنتم المسلمين دين عن ذلك. يبقى شبهة زالت. شفت كيف؟ بعد ذلك قال فإني أنهاكم عن ذلك. دي فائدة. قال أنا أنهاكم مع أنه قبليها بجملة قال ألا فلا تتخذوها لا دي ناهية يعني أنهاكم برضو لا ناهية ألا فلا ينهى فلا تتخذوها مساجد ينهى عن اتخاذها مساجد. تاني رجع قال فإني أنهاكم تاني للمرة التانية عن ذلك. معناته شنو؟ معناته الكلام في التوحيد لابد يكرر والتحذير من الشرك الداعية ما يمل منه يكرر للناس. شوف في حديث واحد النبي عليه الصلاة والسلام يكرره كم مرة. معناته أيضا من الفوائد إنه الموضوع ده أخطر موضوع عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة يكرره وتاني في حديث واحد جوا حديث واحد يكرره كم مرة النهي عن المسألة دي. الفائدة الثالثة الناس اللي قال لهم الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ديل الصحابة كانوا. الصحابة ما في واحد فيهم عمل كده ولم يكن واحد فيهم حيعمل كده ولن يعمل كده أبدا. معناته شنو؟ معناته الموحد يذكره بالتوحيد ويحذره من الشرك والأسباب المؤدية للشرك. ومعناته إذا كان ديل الصحابة سادات الموحدين بعد الأنبياء والمرسلين النبي ينهاهم عن الكلام ده معناته لنا ما هو واحد في جامع لما نمشي نتكلم يقول لنا صوفي يقول لك لا لا كلام ده ما تقوله احنا نمشي نقوله للمشركين. الصحابه كانوا مشركين
سادات الموحدين بعد الأنبياء. الرسول يقول لهم فإني أنهاكم عن ذلك. معناته من أربعة، طالما دلناهم فالنهي لنا من باب أولى وأولى وأحرى. فانتبهوا، انتبهوا للكلام ده. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي ربنا يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذي قبلك، يعني يا محمد يا رسول الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وهو ما أشرك حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن النهي لنا نحن ده من باب أولى من باب أحرى. وعشان الدعاة شيوخ البيوم في التلفزيون ديل القاعدين ينافقوا باسم الدين إلا من رحم الله عز وجل، لابس له عمة 7.5 متر وعباية وخش له بجلابية وعراغي كمل القطع تحت البلد كلها فوق رقبته، كلم في التوحيد يقعد يتلولو ويلف ويدور. جايبين ذاك اسمه محمد أحمد حسن ولا شنو ذاك، جايبين انه يفتتح قناة الكوثر زمان، قال هذه القناة قال غصة في حلوق المشركين، المشركين يا توم وجوا قناة الكوثر ده شنو؟ ده شنو الجوا ده؟ هو ده ما الشرك ذاته، ده اللي بيستغيثوا بغير الله حتى بالشدائد، يعني عملية ونوع من شرك، حتى ناس أبو جهل وأبو لهب ما حصلوا قدر ده، حتى بالشدائد ناس أبو جهل وأبو لهب كانوا في الرخاب يستغيثوا بغير الله، في الشدة بيقول والله إنه بنجي الله، الموضوع ده خطير، ده حتى بالشدائد بيستغيثوا بغير الله. تيجي تقول الغنى دي قال هي غصة في حلوق المشركين، المشركين ده ليتهم ياتهم ديل، وياتوا كلام غير كلام نزعة الكوثر وغنى الساهور والطرق الصوفية كلها، ياتوا كلام غير ده اللي بيجيب شرك أصلا يا ناس. إذا كان في الكورونا دي، في الكورونا دي ترامب قال ألجوا لله ترامب، والصوفية قالوا ألجوا للكباشي، سبحان الله الله أكبر. فتاتا كلام عجيب يا ناس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فإني أنهاكم عن ذلك. موضوع ده موضوع شديد جدا. دليل رقم 8، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام أحمد بسند حسن لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. النسوان اللي بكثرن الزيارة القبور العادية دي ملعونات، وده فيه خلاف هل المرأة ذات تزور القبور العادية، مش القبور والأضرحة، قبور قبر أمها قبر أبوها كده يعني، هل تزور هل ما زور؟ بعضهم قالوا زور لكن ما تكثر، لأنه حديث قال زوارات وإلى آخره، ده موضوع أهون من موضوع اللي بيتكلم عنه. الملعونين الثاني في الحديث وده موضوعنا اللي بنتكلم عنه، لعن الله المتخذين عليها المساجد والسرج الأنوار. شوفوا القبة بدي الليلة، في قبة هنا ده في الجزيرة دي 4 طوابق، والله 4 طوابق، في قبة هنا ده قريب في وسط الخرطوم ده عاملين أظنه كم طابق ليفوق، سيخ وأسمنت تقيل. هنا حمد النيل في مدرمان كل جمعة بزوروها، والخواجات بيجوا بغشوا الصوفية يرقصوا معاهم ويصوروا عشان يقولوا لجماعتهم دارين الإسلام، يقول لهم ده الإسلام، تكون عفن مفلفل شعرك و16 شهر ما تستحمى ولا تطوق لك مويه اصلا الا المطر تدقك صدفه ساكت، فبيقوم يغشوا ناسهم ديك يتركوا الاسلام، وبيساعدوا ديل الطرنقع ديل عشان يزيدوهم في الضلال. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا، يزيدوهم في الضلال زياده. وده ما جايبين خبر، يقول لك والله الخواجات هاتوا معنا، كفار هاتوا معنا، انت هل تعلم انه الخواجات اهون منك؟ لانه انت بتستغيث بالشيخ، وكل طريقه بتعبد شيخه، وديك النصارى ديك بيعبد عيسى بن مريم، وديل كل طريقة بتعبد شيخة، لا هو نبي لا هو رسول، مع انه عبادة النبي والرسول برضه شرك. عشان كده النصارى طلعوا كتابه وده عنده جوا قاعد صغير، وطلعته الكنيسة الانجيلية ناس البروتستانت، اسمه كشف الانوار في سر 7 الاسرار. شو العنوان ذاته؟ زي عناوين الصوفية بتاعت كتبهم. قالوا في صفحة 3 و4 وانت ماشي تقريبا، قالوا خلاصة الكلام، قالوا نحن لو كفار فالصوفية أضل مننا ذاته، قالوا لأنه نحن عبدنا عيسى براو، وكل طريقة بتعبد شيخة من الطرق الصوفية. يا ناس ما توبوا، يا ناس ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى من الهوس والبلاوي اللي قاعدين يعملوها الناس الليلة دي. آخر نقطة أختم بها، شبهات، ودائما نحن بنختم بشبهاتهم حول الباب اللي بنذكره من باب العقيدة في تصحيح المعتقد. قالوا الشبهة الأولى بيجوز
دفن شيوخنا شيوخ الطرق الصوفية داخل المساجد ونبني عليهم. قالوا ده بيجوز. الدليل ودي شبهاتهم الأولى، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أهو ده مدفون في مسجده في المدينة المسجد النبوي. الجواب، أول حاجة ده كذب، الرسول عليه الصلاة والسلام ما دفن في مسجده في المدينة أبدا، ما دفن داخل المسجد أبدا، ولا شبر داخل المسجد. دي معلومة خاطئة كاذبة. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة في بيت زوجة عائشة اللي هو كان برا الجامع ما جوا الجامع. وليه دفنوا ذاته جوا بيت عائشة؟ ليه؟ ما كان يدفنوا في مقابر المسلمين في البقيع؟ لا، دفنوا جوا غرفة عائشة. ليه؟ أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام احتار الصحابة، فقال بعضهم هل ندفنه كما ندفن موتانا في البقيع؟ فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب الله سبحانه وتعالى يدفن فيه، أو كما قال في الحديث. يعني لو في نبي مات هنا جنب موضع الكرسي ده مثلا، بزحوا وبيدفنوا تحته، يعني حتى ما بيدفنوا جنبه يمين او متر شمال او شبر يمين، لازم تحته. عشان كده الصحابه قالوا اول ما ابو بكر قال لهم كده قالوا فازحنا السرير ودف وحفرنا تحته مباشره. احنا حتى ما دفنوا في الغرفه بجانب جنبه ولا بجنبه، في نفس الموضع زحوا السرير ودفنوا تحته مباشره قصاده، حفروه ودفنوا تحته. يبقى دي ميزه خاصه بالانبياء. بعد ذاك جاء بعد ذاك يقول لك شبهاتهم الثانيه، يقول لك طيب ابو بكر وعمر احلى النبي عرفناه وده حديث صحيح. طيب لا تجتمع الامه على ضلال ابدا، والامه مقصود بها علماء الامه في الاثر، وعلماء الامه اعلمهم هم الصحابه، هم الصحابه. فالصحابه اجمعوا بالاجماع، وعند اهل الاصول واهل الفقه اعلى اجماع واصح اجماع هو اجماع الصحابه. أجمع الصحابة جميعا على جواز دفن أبي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لما لهما من الخصوصية دون سائر الصحابة. يعني الصحابة كلهم خاصين بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندهم خصوصية، لكن دي الأخصة. والدليل قالوا الأحاديث الكثيرة جدا كان يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وبكر وعمر، خرجت أنا وبكر وعمر، ذهبت أنا وبكر وعمر. ولما انحكى قصة الذئب الأخذ شات وجاء قلعوها منه، فالذئب قام يتكلم قال رزق ساقه الله إلي تأخذونه مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى القصة دي قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، ما موجودين أبو بكر وعمر. حكاها وقال لا أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر يؤمن به. قالوا ده السبب الأول، صحابة أجمعوا لما كانت خصوصيتهم الشديدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، دفنوه في حجر عائشة، والحجر الوقت ذاك ما جوا الجامع، برا الجامع. السبب الثاني انه الصحابة ذاتهم اجمعوا على المسألة دي، ذكروا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فائدة عظيمة وما وجدت الا عنده حسب ما طلعته. قال ليه الأنبياء ذاتهم والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا قدر انه يدفن جوا حجرة مقفلة مبنية مقفولة عشان ما يعبد؟ لو دفنوه في المقابر المفتوحة الناس حييجوا شنو؟ الناس حياكلوا التراب ده كله، لو ما ربنا قدر ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ربنا قدر بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقام جعلوه جوا شنو؟ جوا الحجرة دي. وده يدل عليه فائدة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى، وده دليل رقم 10، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. كان أبرز طلع دفنوه برا الغرفة دي، دفنوه في سهلة برا، بقى واضح ومدفون برا، غير أنه خشي، دي في رواية خشي يعني الرسول قبل ما يموت، خشي أن يتخذ مسجدا. يعني لو دفنوه برا النبي عليه الصلاة والسلام خشي أنه بعد ما يموت يدفنوه برا يحصل شنو؟
يتخذوا مسجد مكان للتعبد والشرك وعبادة غير الله. عشان كده قال الأنبياء يدفنوا حيث شنو؟ قبروا قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ الألباني قال فالعلة دي الحاصلة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام انه دفنوا برا يعبدوا من دون الله ويتبركوا به وغيره ويشيلوا ترابه، قال حاصلة أيضا في قبر أبي بكر وعمر، لأنه أبو بكر هو الرجل الثاني بعد الرسول في الأمة، الرجل الثاني طوالي بعد الرسول في الأمة دي، وعمر الرجل الثالث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة دي. فدل أصلح رجلين وأكثر أولياء اثنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة. فلو طلعوا قبره بره كان حيعبد، ديل برضو لو طلعوا قبر أي واحد فيهم كان شنو؟ حيعبد. وبعد ذاك المحل خلاص انتهى. حتى السيدة عائشة قالت أنا ذاته كنت أخذت المحل أدفنوا فيه عمر ده لروحي، لكن آثرت عمر والغرفة شنو؟ خلاص انتهت. فدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الحمد لله وعمر رضي الله عنهم والصحابة ومن بعض الصحابة أيضا من التابعين كانوا الكلام ده مجمعين عليه. عشان كده لما جاء الحديث في البخاري حديث أبي موسى الأشعري قال قلت في نفسي لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت فإذا هو في بئر أريس، بئر عند حوش بره والبئر جوه في النص. النبي عليه الصلاة والسلام دخل وشرب منها وتوضى وكده ودلدل كرعينه في البير، قاعد في الصبة فوق دلدل كرعينه أو قاعد في الحجر فوق دلدل كرعينه صلى الله عليه وسلم. قال فجاء أبو بكر يستأذن، أبو موسى قال له قف حد ما كلم لك النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمه قال له إذن له وبشره بالجنة. فأبو بكر بشره بالجنة الحمد لله ودخل وجلس هنا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عمر يستأذن قال لي انتظر حد ما استأذن لك، كلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إذن له بشروا بالجنة. جاء جلس عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام. بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه لكلام ده كويس، وأبو بكر وعمر قاعدين في صف واحد في البير. فجاء عثمان وهو آخر واحد جاء رضي الله عنه واستأذن قال لي إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فقال الحمد لله الله المستعان ودخل وجلس بهناك، ما جلس في الصف الفيه النبي وأبو بكر وعمر، جلس بغادي في البير وبقى مقبل عليه. فقال سعيد بن المسيب فأولت ذلك بقبورهم. قال ابن حجر في شرح كلام ابن المسيب قال وذلك لخصوص اجتماعي قبر النبي عليه الصلاة والسلام مع قبر صاحبيه أبي بكر وعمر وانفراد قبر عثمان بن عفان عنهما في البقيع. يعني إذا كان تصور حتى التابعين كده وكان تأويلهم وتفسيرهم للأحاديث كده إن الموضوع ده ما فيه نقاش وما فيه خلاف، ولا واحد من العلماء قال ليه ديل يدفنوهم هنا، هذا النبي أبو بكر وعمر والعلماء قالوا ديل أخص اثنين عند النبي عليه الصلاة والسلام. البرعي مالو الحشر وين شنو؟ المكاشف ده الحشر وين شنو؟ صايم ديما الحشر وين شنو؟ عشان تشوفوا الناس الدجالين ومحتالين كيف. اما بعد ذاك الحجره دي ذاتها ما في احد من الصحابه دخل جوا الجامع الحجره برا، يبقى زال الاشكال وانتفت الشبهه تماما. الحجره ما جاء دخل الا الوليد ابن عبد الملك في تقريبا على ما اذكر سنه 83 هجريه، لما نوسع المسجد النبوي بالجهة اللي فيها القبر قام دخل الحجرة جوا الجامع. بعد ذاك جوا الآن العلماء وكذا، فبتحصل مفاسد كبيرة. عملوا شنو؟ فصلوا الحجرة بما فيها القبور الثلاثة، فصلوها بحائط ثلاثي وتاني حائط ثلاثي وتاني حائط ثلاثي. يعني انت الآن بتمشي تسلم ده ما القبر طوالي ورا الباب ده، القبر ده جوا هناك في كم حيطة جوا، يعني مفصول تماما من المسجد. لكن ما فاهمين اي حاجه، ما فاهمين اي شيء، فلازم يفهموا الكلام ده. ودي خصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام ولصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما. الشبهه الثانيه قالوا القبه دي ذاتها عندنا لها دليل، الفوق المدوره دي دليلكم شنو؟ قالوا هناك في قبر النبي عليه الصلاه والسلام في قبه خضراء فوق،
ونحن لما نقول النهي عن القباب والأضرحة مش قصدنا الموضوع المدور، يعني لو بقى مربع نقول لهم شكرا ويجوز وتقبل الله، هم فاهمين كده انه مدور حرام ومربع حلال، ما الموضوع ما كده، ده بنيان بنى ابن طولون قالوا ولا غيره، ما بنى صحابي ذاته، فده ده مجرد حاجة مدورة فوق شكل هندسي، ده ما موضوعنا، موضوعنا انك تبني فوق قبر، ده الحرام. ذكرنا 9 أدلة وهاك الدليل العاشر عند مسلم وعند أبي داود من رواية جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى يعني شنو؟ حرم، نهى 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 النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه أو يكتب عليه، خلاص الموضوع انتهى، ما في تاني قبر بيبنوا عليه أبدا، مش قبة بس ولا ضريح ولا بنيان طابقين، لا طوبتين بس، طوبة واحدة ياخدتوها كده حرام، يكتبوا في القبر هذا قبل الشيخ الفلاني ارمي لنا قروش، حرام ما يجوز يكتبوا فيه، عرفت كلامي؟ كله باطل كله دجل وما بيجوز أصلا. يا أخي الصحابة كان بنوا عما هو دون ذلك عشان ما يقع الشرك، فقبر عبد الرحمن بن عوف كما جاب الألباني في تحذير الساجد، وده من أعظم الكتب اللي بيرد على الشبهات ويأصل المسألة بتاعت حكم البناء على القبور، كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للإمام المحدث العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حشد فيه أدلة عظيمة جدا. عبد الرحمن بن عوف واحد جاء دق في قبره فسطاط، فسطاط قماشة كده بس ولا بل أي حاجة، فقال يا غلام انزعه انزعه فإنما يضله عمله، شيل قال له الدرقان ده، ده دار تعمل له ظل زول المدفون، قال اللي بيضلله اللي بيعمل له ظل هو عمله مش الحاجات اللي بتخطه هذه، فده فهم السلف الصالح وأدلة كثيرة ونصوص كثيرة جدا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.